زميلنا او ضيفنا من عبر الاقمار الصناعيه من غزه الاستاذ والكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب. مساء الخير استاذ هاني. مساء الخير، اهلا وسهلا. سيدي الكريم، اولا نبارك لكم هذا الانتصار، هذه الوحده واللحمه الوطنيه الفلسطينيه في غزه، غزه الصمود، غزه التحدي. لكن الاسئله المطروحه اليوم استاذ هاني، كيف يمكن ان نستثمر هذا الانتصار وهذه الهدنه الطويله في تمتين عرى الوحدة الوطنية الفلسطينية بين جميع الفصائل وجميع المكونات تحت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ نعم، من المعروف أنه كان الهدف الإسرائيلي من وراء شن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة، أحد أهم الأهداف هو مواجهة الاستحقاق الوطني الفلسطيني الذي تجسد بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد إنهاء الانقسام. كان الهدف الإسرائيلي هو ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن خاب هذا الظن عندما ترافقت هذه الحرب مع إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الوفد الفلسطيني الموحد الذي أجرى المفاوضات بالقاهرة، وبالتالي تجسدت الوحدة الوطنية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، وربما كان لابد من هذه الحرب حتى تتمكن المقاومة الفلسطينية والموقف السياسي الفلسطيني والشرعية الفلسطينية من أن تكون كلها في خندق واحد في مواجهة هذا العدوان. وبالتالي أعتقد أنه من الممكن ولابد ومن الضروري أن يتم البناء على ما تم إنجازه من وحدة وطنية فلسطينية من خلال الوفد الفلسطيني الموحد للارتقاء بهذه الوحدة وتعزيزها في المستقبل، خاصة وأننا نواجه استحقاقات ربما تكون أخطر من هذه الحرب، وهي استحقاقات إعادة بناء قطاع غزة، إعادة بناء ما تم تدميره من خلال هذا العدوان، خاصة وأن الاتفاقات التي تم توقيعها أوكلت بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية الإشراف على إعادة بناء قطاع غزة وما يلزم بهذا الشأن، خاصة وأن المعابر التي ستفتح ستكون بإشراف القيادة الفلسطينية. وأعتقد أنه هناك إمكانية حقيقية على الرغم من أنه سنواجه الكثير من العقبات، لكن أعتقد أنه الشعب الفلسطيني الذي واجه هذا العدوان الهمجي بقادر على أن يمسك بزمام الأمور وأن يواجه كافة العقبات ويحل كافة العقد التي من الممكن أن تنشأ من خلال مسيرة عميق. إعادة الوحدة بشكل حقيقي وفعال، أستاذ هاني وخاصة في قطاع غزة. نعم أستاذ، ما هي أهم التحديات التي تواجهكم اليوم بعد إعلان الهدنة بأيام أو بساعات ربما؟ ما هي أولويات الأخوة في فلسطين في غزة؟ ما هي الأولويات الوطنية الآن؟ من أين تبدأون في إعادة البناء؟ يعني أعتقد أنه ستنتصب أمام القيادة الفلسطينية بشتى توجهاتها قضايا بالغة الأهمية، وربما هي أكثر خطورة من الحرب نفسها، وأقصد بذلك إعادة إعمار قطاع غزة. هذا البند هو بند بالغ الخطورة، لأننا واجهنا تدميرا شاملا في البنية السكانية، البنية البشرية، البنية الاقتصادية، أعتقد أنه والبنية التعليمية والبنية الصحية. نعم. هذا الأمر بحاجة إلى كثير من الخطط والدراسات ومزيد من الأموال ومزيد من الجهد الحقيقي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وبنائها من جديد. أعتقد أنه التحديات الماثلة أمامنا هذه اللحظات هي تحديات تتعلق بإعادة هذا البناء، وبالتالي أعتقد أنه المواجهة الحقيقية في المستقبل ستكون مع الكيان الصهيوني من خلال إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى صفوف الشعب الفلسطيني، وهذا سيكون حجر الأساس في إعادة الإعمار ومواجهة كافة العقبات التي من المفترض أن تمتثل أمام مثل هذه العملية. هذه العملية بالغة الصعوبة، لأنه ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من قوة تدميرية ونارية، أعتقد أنه لا يكفي فقط أن تكون الدول المانحة بقادرة على ضخ الأموال بقدر ما هو يتمثل في قدرة الشعب الفلسطيني على التخطيط والدراسات التي من شأنها أن تجعل عملية إعادة الإعمار يسيرة وأكثر سهولة. طيب إذا سمحت لي، يعني إعادة الدور المصري، الدور المصري كيف ترون الدور المصري؟ أدوار عربية أخرى ساعدت في تخفيف المعاناة، هناك أيضا دور أردني في مستشفى في غزة ثابت، ماذا تقولون للعرب وأشقائكم العرب في استمرارية الدعم
هنا في الأردن أوضح جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أهمية الاستمرار بالدعم ودعم المستشفى الميداني في غزة للاستمرار بإعادة الإعمار وأيضا تخفيف المعاناة. ماذا تقولون العرب وشركائكم في إعادة الإعمار؟ يعني لا شك أن من الواضح أن كان هناك دورا مصريا واضحا في التوصل إلى هدن ثم الهدنة الأخيرة، وأعتقد أنه الزيارة التي قام بها الرئيس أبو مازن إلى كل من عمان والدوحة ثم القاهرة هي التي أثمرت مثل هذا التوافق العربي الذي شجع على إعادة الدور المصري وإعادة الأهمية للمبادرة المصرية. وواقع الأمر أن الاتفاق الأخير هو تجسيد للمبادرة المصرية. أعتقد أنه هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا توافق عربي، لولا الزيارة التي قام بها الرئيس عباس من أجل إيجاد قوى رسمية وشعبية تسند الإدارة المصرية من أجل إيجاد المناخ الملائم لكي تصبح المبادرة المصرية قادرة على أن تلتئم وأن تتشكل، وبالتالي تمت هذه الهدنة الأخيرة بناء على هذه المبادرة. طيب، هناك أيضا دور ربما في على الفلسطينيين أنفسهم، كيف يمكن أن يكون هناك مبدأ أن تقود الهدنة إلى العودة للمفاوضات مع الإسرائيليين؟ باعتقادك ما هي السبل وما هي الضمانات لكي نعود من جديد للمفاوضات من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة؟ من الواضح أن هذه الهدنة أو هذا الاتفاق سيتم على مرحلتين. نحن نعيش المرحلة الأولى والتي تتمثل على بشهر من هدنة يجب أن تكون نافذة المفعول، بعد ذلك سيتم طرح القضايا الشائكة والمعقدة والمتعلقة بإعادة فتح مطار غزة وإقامة ميناء والإفراج عن الأسرى الذين اختطفت اعادت اختطافهم اسرائيل وفقا لصيغه او صفقه شاليت، بالاضافه الى اعضاء المجلس التشريعي. يضاف الى ذلك ايضا الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض ان تفرج عليهم اسرائيل وفقا لتعهداتها لوزير الخارجيه الامريكي جون كيري، والتي كان من شان ذلك استئناف العمليه التفاوضيه. اعتقد هذه القضايا قضايا بالغه الحساسيه، بالغه الاهميه. اسرائيل بدات ترسل رسائل بان مثل هذه القضايا يجب ان يتم تداولها وفقا لعملية تفاوضية سياسية وليست قضايا ذات طبيعة إنسانية كما هي الاشتراطات والاستحقاقات التي تمت بالمرحلة الأولى والمتعلقة بفتح المعابر وإنهاء الحصار وست أميال للعملية الصيد البحري وإعادة إعمار قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أنه على الجانب الفلسطيني أن يكون مستعدا ويبدي كثيرا من الصرامة في وجه الكيان الصهيوني من أجل إنجاز هذه الملفات بالغة الحساسية في المرحلة القادمة. أما الضمانات فهي الضمانات المتعلقة أولا بوحدة الموقف الفلسطيني، ثانيا بالإمساك بالإصبع على الزناد في مواجهة أي محاولة إسرائيلية لكي يبدو الجانب الفلسطيني أقل قدرة على التعاطي في المرحلة الثانية عما كان عليه الأمر في المرحلة الأولى. شكرا لك الأستاذ هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي من غزة الصمود. شكرا لك. شكرا لمشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نعود لمواصلة النقاش هنا في الاستوديو.